واحدا تلو الآخر ويتهاوى قادة داعش. أخبار الآن تكشف كواليس مقتل أسامة المهاجر. ما بين حلب والحسكة تنقلات وحيطة وحذر لم تساعده في النجاة. منذ مقتل القيادي في داعش أسامة المهاجر والذي قتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في 7 يوليو/تموز من عام 2023 لم تعرف سوى أشياء بسيطة عنه، لكن أخبار الآن كانت حاضرة في المنطقة. الصحفيان جنان موسى وهارولد درومبوس بحثا وتقصيا وعثرا على معلومات سرية وحساسة كرقم هاتفه وصورته واسمه الحقيقي، وحتى وصلوا إلى أرملته. من هو أسامة المهاجر؟ همام الخضر بن ياسر من مواليد القلمون عام 1993، كان يبلغ من العمر 30 عاما عندما قتل في غارة أمريكية. وبعد تحقيق مكثف حصلت أخبار الآن على صورة لثلاثة أشخاص. أكدت 4 مصادر لأخبار الآن أن همام الخضر هو الشخص الذي يظهر في الوسط، والمصادر الأربعة هي زوجة الخضر وأحد الجيران وزميل في العمل وموظف في أحد مكاتب الإنترنت التي كان الخضر يتعامل معها. كما حصلت أخبار الآن على عقد إيجار الشقة التي كان يعيش فيها همام الخضر وزوجته منذ مارس 2023، وقاما بدفع $50 شهريا لشقة من 3 غرف نوم في بزاعة بالقرب من منطقة الباب في الجزء الخاضع للسيطرة التركية من سوريا. الشقة التي سكنها همام الخضر تقع في الحي 5 ببزاعة بشارع عثمان بن عفان، كان يعيش في المبنى رقم 7 وتقع الشقة في الطابق 2. وبحسب عقد الإيجار ولد همام في 15 من آذار 1993 في القلمون قرب دمشق. اسم والده ياسر واسم والدته زهية، كما يظهر رقم بطاقة الهوية السورية للخضر ورقم هاتفه المحمول. حياته في بزاعة، قدم الخضر نفسه في بزاعة على أنه رجل عادي يعيش حياة هادئة روتينية. وفي 20 من نيسان 2023 وجد وظيفة في محل لبيع المنظفات، وفي هذه الأثناء كانت زوجته تعمل كمساعدة ممرضة في مستشفى الفارابي بمدينة الباب المجاورة. وقالت مصادر متعددة من الذين كانوا يعرفون الخضر منذ فترة وجوده في بزاعة لأخبار الآن إنه كان رجلا هادئا لا يتكلم إلا قليلا، وأنه لم يتحدث عن السياسة ونادرا ما يتحدث عن أشياء تخص ماضيه. يقول زميله السابق في محل المنظفات: لقد عمل في المحل وكان رجلا هادئا لم يكن يبدو مثيرا للمشاكل، كان فقط يقوم بعمله مع الزبائن ويشرح لهم أنواع المنظفات الموجودة. بحسب مصادر موثوقة فإن فرقة الحمزة في مدينة الباب، وهي جماعة معارضة سورية موالية لتركيا، نظرت إلى الخضر بشك وحيرة عندما انتقل إلى الشقة في بزاعة وتساءلوا عن هوية هذا الرجل الغريب في المنطقة. في 18 من آذار 2023، بعد 2 يوم فقط من توقيع الخضر وزوجته عقد الإيجار، داهم أفراد من فرقة الحمزة شقتهم واعتقلوا الخضر. وبحسب المصادر فقد صادر عناصر من فرقة الحمزة جهازي كمبيوتر محمول وأجهزة اتصال وكيسا من الأموال، وتم استجواب الخضر. واكتشفت فرقة الحمزة خلال تحقيقها أن هذا الرجل الهادئ هو من منطقة القلمون، وأنه قاتل هناك في صفوف المعارضة ثم انتقل إلى الحسكة شمال شرق سوريا، ثم ذهب إلى إدلب وفي النهاية استقر في بزاعة. بالنسبة للعين المتمرسة، يشبه ملف الخضر الشخصي إلى حد كبير ملفات أعضاء داعش، فهو ينتقل من مكان إلى مكان للهرب من أعداء التنظيم، وفي النهاية يحاول الاختباء. مصدر مطلع على التحقيق مع الخضر قال: يشتبه في أنه كان خبير اتصالات داخل داعش. ومع سجن الخضر قررت فرقة الحمزة القيام بأمرين: أولاً، بعد 20 يوماً في السجن أطلقوا سراح الخضر دون أي تهمة بعد دفعه غرامة مالية. ثانياً، شاركت فرقة الحمزة محتوى أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الاتصال مع المخابرات التركية. بالطبع همام الخضر لم يكن على علم بالنقطة الثانية.
ارتكب همام الخضر خطأين تسببا في النهاية بمقتله في غارة الطائرة بدون طيار. فقد استقبل همام الخضر أجانب في شقته في بزاعة وفي مكان عمله. فخلال عمله في محل المنظفات كان همام الخضر يتغيب عن الدوام كل يوم ثلاثاء دون إبداء أي أسباب. وقال زميله بأنهم يعملون 6 أيام في الأسبوع ويغلقون يوم الجمعة، لكنه كان يأخذ أجازة كل يوم ثلاثاء. في 7 يوليو من العام الجاري 2023 دقت ساعة الصفر بالنسبة لهمام الخضر، ووفقا للقيادة العسكرية الأمريكية سنتكوم نجت الطيارة الأمريكية بدون طيار MQ-9S التي كانت تطارده لمدة 2 ساعة تقريبا من مضايقات الطائرات الروسية في وقت سابق من ذلك اليوم، ثم تمكنت بعد ذلك من توجيه ضربة محكمة قتلت الخضر. وأطلقت الطائرة حوالي 5 صواريخ على الخضر بينما كان يقود دراجته النارية من بزاعة إلى منطقة الباب لاصطحاب زوجته من المستشفى. قتل همام الخضر على الفور، وباستثناء رأسه لم يبقى منه شيء تقريبا، كما تم تدمير دراجته النارية بالكامل. أرملة المهاجر. بعد مقتل الخضر بوقت قصير تحدثت أخبار الآن إلى أرملته سناء علي الحسين، وهي امرأة سورية تبلغ من العمر 24 عاما، أصلها من مضايا بالقرب من دمشق. قالت منذ زمن بعيد كان همام مع التنظيم لكنه لم يعد يتواصل معهم. وتعترف سناء الحسين بأنها عندما كانت تعيش في إدلب رفقة زوجها قام بزيارتهما بعض من قادة داعش، مضيفة أنها لا تعرف جنسياتهم ولكن كان من بينهم أجانب. وعلى حد قولها فقد ترك الخضر داعش، وتضيف بأنه ترك داعش بالفعل عندما بدأت هيئة تحرير الشام بملاحقة قادة التنظيم في إدلب، وأنهم انتقلوا إلى بزاعة بحثا عن الاستقرار، وأنها لم تكن موافقة على انضمامه لداعش وأرادت العيش في هدوء. عندما حاولت الصحفية جنان موسى التواصل مع سناء الحسين للمرة الثانية كانت الشقة في بزاعة فارغة والباب مغلق. وبحسب المصادر في المنطقة فقد تم اعتقال زوجة همام الخضر من قبل الفصائل المسيطرة على المنطقة. المهاجر أو همام الخضر لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فقادة داعش يتهاون ويتساقطون كأوراق الشجر، وبات واضحا أن محاولات اختبائهم في شمال شرق سوريا تنتهي بنهاية واحدة.